المقاهي والمطاعم يطالبوا بتأخير حظر الجولان على الأقل النصف الليل، شنو رأيك؟ عندهم الحق، خاطر بالنسبة لهم ما عندهمش مورد رزق من بلاصة أخرى، معناها هما يخدم هذيك، احنا نخدموا في الإدارات وكل شيء شهرية تتصب، كل شهر يدخل يمشي يدخل بنكتو ياخذ شهريته يخلص بالنهار 20 دينار في النهار، دونك كيفاش معناها تحبوا يعيش يمشي يسرق يمشي ينهب ياخذ نتاع العبيد يخطف، ما هذيك معناها الموجود. وزيد سيراتين هما حتىكش للعشرة، شنو باش يخدم هو ما شق فتره وجي معناها للخدمته يخلط وقتيش ثمانية وقتي يروح تسعة، شي خدم ساعة ما تعمل له شيء، بالنسبة لي أنا باش يدخل فيها 10,000 معناها ماهوش حل، معناها لازم يلقاو حل جذري، ماهوش حل، هذايا حل متاع ساعتين سكرنا البلاد جملة واحدة من الصباح لليل، ما يخدم حتى حد، لا موظف لا قهوي لا حتى، ديجا شوف هكا قهوة محلولة هذيك هكا تخدم من الصباح لليل، سكرنا البلاد الكل، وحظر صحي معناها شامل على الناس الكل الموظفين، وحتى الخبز ما عادش بيعوه لنا جملة زادة، حتى الكوشة سكروها، عطيونا نهار نمشيو نقضيو فيه كل شيء وسكروا لنا الدنيا الكل لين نرتاحوا من الكورونا، سينو خلي العبيد تخدم على رواحها، زيد تجي تشوف عبيد تقص لهم في مورد رزقهم وكل شيء، هذيك يستقاتوا منهم ماكلوا فيهم في عيله 5 من الناس ولا اكثر، ما عادش خالطين بالرسمي العبيد، حتى الموظف اللي احنا قلنا عليه ياخذ في سالاريو من بنكة ما عادش خالط باش يشري ولا يوفر حاجات لعائلته، بالرسمي انا نشوف في برشا عبيد قاعده تتسلف وتتدين وتعمل في برشا حاجات اللي انت مخك ما يتوقعهمش، نهب وسرقه وكل باجي ونقولوش بها البلاد هكايا. يظهر لي عندهم الحق، انا نفهمهم على الاخر، خاطر عبيد قاعده تعيش في عائلتها، عبيد عندها ديزونكاجمون يلزمهم يخلصوا، سورتو برشا عبيد قاعدين يستنوا في الشهر هذايا باش ينجموا الفينانس حكايه على عام كامل، مثلا في المدينه العربي القهاوي ما يتفكرهم برشا عبيد كان في رمضان، دونك جو بونس كو يلزمنا نخليو لهم حتى هما لا شانس باش يحلوا في رمضان وباش يربحوا شويه فلوس. عندهم الحق، خاطر هذه خبزتهم وخبزه الاف العباد في جرتها. دونك اذا كان انت باش تسكر لهم السبعه، انا براتيكمون شهر رمضان مش باش يخدم حتى شيء. اصحاب المقاهي يقول لك انا عندي على الاقل 4 خدامه نجيبهم مده ساعتين 3 سوايع، ما يخلصنيش. ما يخلصوش ايفيكتيفمون، مي ليش لازموا يعملوا؟ يزمو يضحي شويه مع العباد الكل. او موا هان 4 سوايع ولا ساعتين خير من بلاش. والناس كل تاخذ من الناس كل شوي شوي وتتعدى ان شاء الله. معاهم ماني مساندهم 100%، بالرغم القرار هذا انا ضد شكون كونتر توسكي صحي، معناها خاطر احنا الحكومه قررت هذا باش تنقص في عدد الاصابات، اي الاصابات العدد، لكن فما مشكل اجتماعي مشكل اقتصادي يخلي اصحاب المقاهي عندهم الحق في المطالب نتاعهم ويلزمهم يخدموا، خاطر تو في رمضان في النهار ما يخدمش وفي الليل ما يخدمش شكون باش يوكل؟ وكذلك يبدا المقاهي محلولين فما دوره اقتصاديه معاهم زاد عباد، فما القهوه فما الحوانت فما العباد تخرج العباد تتحرك. شنو تعليقك على بعض الصور اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي متاع بعض الاسواق في الانهج العاصمه لهنا؟ برشا اكتظاظ الحقيقه ربي، وماهوش حل معناها قهواجي تمنعوه باش يخدم معناها في الليل تزيدوه ساعتين ولا 3 سوايع باش يدبر راسه ويستقاط باش الصباح يخرج يقضي قضية شقان الفطر، واللي في السوق وعنده حانوت ومحلات ودبش نتاع العيد من توا بدا يتباع وكل شيء، هذوك ما عندهم الحق خاطر يربحوا في الدولة، وقهواجي مش في يربح الدولة، زعما هو كي يبدا قهواجي أموره مريقلة وكل شيء ويصب عليه في السناسيس عارفه ولا عنده معناها هكا باش يدخل فلوس للدولة، دو توت فاسون قاعدين نعيشوا فيها ما جاية، ما فماش قانون. أي فوالا، يعني يلزمهم التوانسة يكونوا كونسيون، يلزمهم يبداو واعيين بالحالة اللي احنا فيها، حالة ياسر يعني تخي دونجوروز
وباش نخرجوا منها يلزمنا كلنا مع بعضنا توانسه نحطوا اليد في اليد وان ريسبكت اللي قالونا عليه خاطر هما كمان يخدموا على الوزاره وكل يعطيونا في لي زوردر الصحاح ماهمش باش يغروا بينا دونك احنا مثالش كان منا احنا ناخذوا شويه من رواحنا ونطبقوا القواعد اللي يقولونا عليهم ونيزيو ماكا لي راسومبلومون في القهاوي يتلموا على بعضهم خلينا يعني انت كي تخمم في روحك تقول لي انت جون وما تمرضش خمم في عائلتك خمم في امك خمم في بوك الكبير اللي نجم يسلو يعني لطف عليه نجم يمرض وكل احنا لقينا الفاكسان بشويه بشويه كي نكملوا هكا كان يعني جوست اون في ان بو بلوس ديفور تو نخرجوا منها بالكدا. انا ما ريتش في على الفيسبوك مي تو كنت في المارش سونترال. انت ما ريتش اما كنت على عين المكان. على عين المكان فوالا معبي على الاخر معناها اكثر من مكتظ من غادي ربي يقدر الخير وكاو. علاش ما فماش حل للاكتظاظ هذا وفي المقابل نعطلوا فيها خدمه هكا المقاهي والمطاعم. اي شنو الحل؟ معناها باش توجع الحل علاش مكتظ هكاك اي شنو باش تعمل هذه الناس كل جي مع هذه وعي نتاع مواطن اذا هو يحب ينقص ويحب يحافظ على روحه تو يحافظ على روحه صحيح صحيح فما تناقض في الشعب التونسي تو احنا كنا في السوق ما فماش احترام لا للتباعد لا احترام لل سامحني خلي تعدى للبافات ما تصورش الاكتظاظ بصفه مهوله بالطبع ما غادي ما ياخي الكورونا ما تمشيش تمشي لكن العباد اوبليجي باش تمشي تقضي وخاصة في رمضان تمشي تقضي وتشوف مصالحها باش يعشي صغاره وعائلته في نفس الوقت تجي تقول لا ما تمشيش للمقهى يا اخي فما تناقض هنا يا اخويا فما تناقض لي غران سيرفاس هذا كيف كيف بارتو فما حتى في الـ في الـ في, الـ في الشارع فما اكتظاظ العباد مش محترمه للتباعد اصحاب المقاهي زاد يقول لك انا عندي على الاقل اربع خدامه وقت اللي نجيبهم بعد تقال الفطر بعد السبعه نتاع العشيه معناها شنو باش كيفاش باش نخلصهم اي صحيح هذه هي المشكله خاطر هما ساعتين يعني عندك حتى العشرة تاع الليل انت باش تجيب اربع خدامه باش تخلصهم في هذيا حكاية يعني سي ان بو ان بارادوكس خاطر كيفاش باش تعمل انت باش تخلص عبيد جوست على ساعتين باش تجيبهم الكل باش تخلصهم على ساعتين انا نقول يلزمهم يزيدوا في الكوفر فو يحطوا حتى نص الليل باش هكاكا او موا يخدم على اربع سوايع يخدم يستحق يعني الفلوس اللي باش يخدم عليهم نتصور الدولة لازم تعاونهم نتصور تعاونهم اذا كان بالحق فما مدخول نتاعهم فك الاربع سوايع ما يكفيش نتصور الدوله يلزم اللي عنده خدامه ويخلص عليهم في التغطيه الاجتماعيه وكل على حسب الخدامه اللي عنده ديكلاري يدفعوا الدوله تدفع له اعانه كيما يصير في فرنسا يصير في نفس الشيء معناها تصير اعانه لاصحاب المهن ذوما في نفس الوقت اصحاب المقاهي مستهين يقول لك المتروات معبيه الكيران معبيه وسائل النقل العمومي بصفه عامه معبيه علاش كان احنا وقت اللي احنا نحترموا في البروتوكول الصحي كيما يلزم اكزاكتومون انا قبيله باش ناخذ المترو لقيته معبي على الاخر العباد ماشي لابسه الكمامه العباد ماشي تحط في الجيل برسمي ما انه ريسبكت با لو بروتوكول سانيتير وعلاش يقعدوا هما مالي القهاوي هما اللي ياخذوها في عظامهم وقت اللي هما عندهم درا قداش من حاجه ومخهم معبي ومن عم ناول هما مسكرين وكل ويجي تلقى مترو معبي مش نورمال حد ما لابس الكمامه وكل وعلاش يعني علاش سي انجستيس مو نلقاو حل يساعد الناس الكل العباد في المترو ال ريسبكت لو بروتوكول يقعدوا ما يتعباش فما ان نومبر ماكسيمال يلبسوا البافيت نتاعهم وفي القهاوي زاد نخليو لهم اكثر حقوق البارح ركبت في وسيله نقل لا علينا في ذكرها كار تيوز زيد من بلاصه البي صدقني عبيد فوق بعضها توس معناها ماهيش وسيلة نقل عمومية توس هذايا بالفلوس معناها مش باش نخلص دومي تعريف تعريف كاملة وعبيد فوق بعضها اون برانسيب اللي هي كار تهز لك 30 40 عبد بخلاف الكورونا معناها اللي هي لازمها تنقص دو تيل فاسو ما نعرفش انا شنيا الحل الجذري اللي باش يلقاوه وعندنا الثقة فما عبيد عندهم عندنا رجال دولة
بالرسمي عنا ثقة فيهم، سينو فما عبيد ربي سامحهم وكها. لكن تقول الاكتظاظ في الأسواق، في وسائل النقل العمومي، في المقاهي وغيرها من نقاط اليوم، المسؤولية مسؤولية شكون حسب رأيك؟ هذه ما هي جديدة نعيش فيها في تونس، الاكتظاظ في المتروات، في الكيران، في هذه من قبل، شنو تبدل معناه؟ سيستم هذه تونس كامله تعيش فيه من اول ما خلق، معناها بيجي تو تبدلوا على خاطر صحيح مي صعيب ما يتبدلش، ماكش باش تعمل كل ما عرفش انا في الترونسبور ماكش باش تلقى حل، صعيب باش تلقى حل، فهمت اللي فما حلول اذا كان فما توفير وسائل النقل اكثر وينتظموا في الوقت، باش تزيد باش تكثر وسائل النقل باكثر. انا نتصور ما تنجمش يا اخي عبليد، احنا فيها قرابه 2 ملايين كهرباء تونس، معناها الاكتظاظ موجود بطبيعته، معناها باللي تخم ما نعرفش انا بتاتر فما حلول، يلزمها دراسات كبيره، يلزمها الناس تخمم في حل. شنو الحل معناها؟ الحل وعي بتاع العباد، انا حسب رايي وعي العباد، يلزم المواطن التونسي يكون واعي، واعي الا هو المرض هذا ما يرحمش، وراهو المرض هذا عباره تيراج وسوء، يعني حسب ما نشوفه معناها ما تعرفش علي روحك صحيح ولا معناها عندك مرض مزمن ولا ما عندكش، الله اعلم شو يصير لك، ولي هذا الحل الوحيد، كل كبير كل صغير الحل الوحيد هو يحافظ على التبعات، ينقص من الاختلاط. اخي شنو انت كي تعمل قهوه بالواقفه وتروح شنو باش ينقص منك حاجه؟ ما ينقصش منك حاجه، ولا تمشي تقضي وتروح على روحك من غير اكتظاظ، من غير ما واحد يقعد يدور نتصورها مساله وعي الحكايه هذه.